الكتيبة الإقليمية الدار الوطني بجعلنا مدعمة لوحدة من المجموعة الإقليمية الدار الوطني بيستيف بالإشراك مع وحدات أمن دائرة العلم. هذه العملية تدخل في إطار مكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة وكل أشكال الجريمة بشتى أنواعها للحفاظ على الممتلكات وحماية الأشخاص. هذه العملية سخرت لها مجموعة من القوى البشرية والوسائل المادية على غرار أفواه السن التقنية، الوسائل المادية التقنية بالإضافة إلى أفراد من مختلف السلكين. الغرض من هذه المهمة هو الحفاظ على ممتلكات المواطن وتوفير الأمن والسكينة العموميتين عبر مختلف إقليم دائرة العلم. التكثيف من التفتيشات، ركزوا على عملية التفتيش سواء بالوسائل التقنية اللي هي أجهزة الفنك أو الأفواج السينوتقنية أو التفتيش اليدوي. تكثيف من تعريفات الأشخاص والتركيز على الأشخاص المبحوث عنهم سواء بالأمر أو من قضائية أو مبحوث عنهم في إطار قانون في إطار ارتكابهم لجرائم القانون العام. العمل باحترافية والتحلي بالرصانة، وفي حالة ما إذا يكون أي طارئ عليكم بالتبليغ القيادي. كيقول لي بابي تاعكم كامل لاسيرونس، كيقول لك انا قاعد نهضر معك لاسيرونس هاو ندخلوا والاخر تجي تلقانا لهنا نشرو الجرس شوف كيف راه الدكتور هاو تلقانا لهنا نشرو الجرس صورته القرعه هذا تاع ارحم والديك يا شيخ كازي تلقانا لهنا نشرو الجرس يا شيخ ارحم والديك الله يبقى لك الصبر جبت كارثه هذا شوي 80 قانونيه مركز قانونيا دراجة نارية بدون وثائق تتحول حتى نتأكدوا من الوضعية القانونية تاعها.
قامت هذا اليوم قيادة المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بسطيف بتنظيم مداهمة مشتركة مع مصالح الأمن الوطني عبر اختصاص كتيبتي العلمة وعين والمان. تدخل هذه المداهمة في إطار مكافحة الإجرام بشتى أنواعه اللصوصية ومداهمة أوكار الجريمة، وهذا يدخل في إطار الحفاظ على الأمن والطمأنينة للمواطنين.